بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتتكلم عن بنت مصريه جدعه. ايه الفكره وايه القصه؟ هو مهندس اسمه احمد الخياط. احمد الخياط هو من اسوان لكن بيشتغل في شركه في اسكندريه، وفي اجازته بينزل اسوان، امه عايشه معاه في اسكندريه. المهم ان هو يعني خلص الشغل بتاعه وقرر هو وامه يقضوا 5 ايام في اسوان، فساكنين في ميامي وطالعين على محطه الرمل علشان يركبوا القطر من هناك على أسوان. والدته ست كبيرة، وطلعوا بقى من ميامي بدري علشان يلحقوا، لكن الدنيا كانت زحمة جدا. وصل قبل ميعاد القطر بربع ساعة. والدته بتتحرك بصعوبة ومعاهم 3 شنط هاند باجات، يعني مش كبيرة قوي بس يعني هو اللي هيشيل لوحده. نزلوا من التاكسي مرعوب هيلحق القطر ولا لا، ودافعين فلوس ومسافة بعيدة، يدور على حد يشيل معاه، مفيش حد يشيل معاه خالص. فقام شايل الـ3 شنط على كتفه اليمين وماسك بقى الاكياس بتاع سندوتشات واليوسف افندي بايده، فماسكه في ايده جامد وماسك امه على كتفه وماشيين. والدته: يا شدي حيلك يا حاجه، يا ابني مش قادره. يبص حواليه: فات 5 دقايق لسه اصلا ما دخلناش المحطه، فات ها مش عارفين نوصل. دخل المحطه خلاص فاضل 6 دقايق اكيد مش هنلحق، والقطر هناك اهو، بس امه ماشيه خطوه خطوه. حس بقى ان ايديه دي خلاص بقت منمله من كتر ما هو مش قادر يشيل، والوجع في ايديه التانيه من الاكياس، وخلاص بدا يفقد الامل ان ايه، خلاص مش هنلحق القطر. هو بيحكي بيقول: فجاه كده بصيت لقيت صوت بنت جاي من ورايا، يلا بينا يلا بينا نساعد بعض. فايه يعني بنت كول كده وبنت يلا بينا نساعد بعض، ايه يلا بينا نساعد بعض ايه دي؟ وقامت قايله له: هات منك. وقامت واخده شنطتين من ايده، وقامت واخده كيس من غير ما تستاذنه، هو بيقول انا مذهول مش مصدق، وقامت واخده الاكياس وطايره قدامي. فامي امه بتقول له: يا ابني احسن تكون هتسرق الشنط. قال لها: ماما الشنط فيها حاجه، يعني موضوع بسيط قوي. بس هما مش مصدقين. وقامت كده وهي ماشيه بسرعه جدا، قامت منادياله من بعيد: عربيه كام؟ قال لها: عربيه كذا. كرسي كام؟ كرسي كذا. وقامت طايره وقامت سابقاهم واختفت عن الانظار. بيقول: يا دوب فاضل دقيقه كنا وصلنا للقطر، لان بقيت حركتي اسهل. دخلت القطر بقول الشنط راحت، لقيت الشنط محطوطه والاكياس محطوطه واليوسفندي موجود والبنت اختفت. ادور عليها ما لقيتهاش. بيقول: ركبنا القطر ولحقناه، وقعدت افكر ايه اللي خلاها تعمل كده. حكيت لواحد صاحبي اللي حصل، قلت له طول السكه عمال افكر فيها. قال له: هي حلوه؟ قال له: لا مش مساله حلوه، مساله ان انا ما خدتش بالي هي حلوه. لا. قال له: ازاي يعني؟ قال له: جدعنتها غطت على حلاوتها. انا خدت بالي من جدعنتها اكتر ما خدت بالي من حلاوتها. صدقوا يا جماعه، الشهامه والجدعنه دي حاجه حلوه قوي. هي القصه خلصت، هو ما وصلش للبنت. هو بيقول: لو كنت وصلت لها مين عارف، يمكن كنت اتجوزتها. لكن القصة بتقول لك حلوة الشهامة، حلوة الجدعة، بنت جدعة. بسمة أمل لكل شاب وفتاة في الدنيا الصعبة اللي احنا فيها دي، يبقى جدع مع الغلابة، يبقى جدع مع الناس الكبار، يبقى جدع مع المحتاجين. ساعتها فعلا نعيش ببسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.